بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ايات وحكايات. الكتاب المقدس واضح قوي بيقول عندما يكون الله معنا بروح القدس يعطينا فهما. ساعات الواحد يبقى مش عارف يعمل ايه، لكن ربنا بيديله فهم عشان يلمس قلب حد معين. وانا دايما اقول لما حاجه تقول لك جوه قلبك كده اتكلم عني مع اي حد حتى لو غير مسيحي، اتكلم عنه ما تخافش، ده يبقى ربنا رتب الانسان التاني بروحه القدوس برضو علشان يسمع لك ويقبل منك الكلام. حصل في مره من المرات ان واحد من الحبايب كده قال لي يا ابونا، في بلد من بلاد العالم، قال لي يا ابونا احنا عندنا طياره تحب تركب فيها. قلت له قوي قوي، قال لي بس انا لسه ما طلعتش الرخصه بتاعتي. بس واحد من زمايلي عنده رخصه وهو لسه واخدها الاسبوع اللي فات، يعني كابتن جديد نوفيان يعني. قلت له طيب هنركب كلنا؟ قال لي لا، ده هي طيارة راكب واحد بس، هتبقى انت راكب واحد. قال لي قلت له طيب. فقال لي بس يا ابونا عشان صاحبي ده ملحد فما فيش داعي ايه عشان خاطري ما جيبش سيرة ربنا، يعني انا اسف يعني يا ابونا بس نص ساعة مش هتجيب سيرة ربنا، بس يعني عشان ايه مش عاوزين نفض الشركة بسبب حاجات دينية. قلت له انا هقعد نص ساعة ما اتكلمش عن ربنا؟ قال لي يا ابونا اتفسح، اتكلم عن اي الجو الطقس اي حاجة، يعني مش لازم تتكلم عن ربنا. حاضر. المهم رحت اتفسح مع الراجل ده، فكانت الطيارة جوه الهانجر بتاعها او المكان بتاعها الجراج يعني. فالطيارة كانت انا مش عارف دي طيارة ولا موتوسيكل ومركبين له جناحات، يعني صغيرة خالص وانا الراكب الوحيد. لقيت الراجل جاي يحط بنزين، فالتانك جوه الطياره نفسها من جوه يعني من ورا الكرسي، ففتح وحط البنزين جه يقفل التانك. التانك ما بيقفلش يزر ولا ايه، فراح جايب بتاع بلاستيك كده وحطها زي كيس بلاستيك وقعد يزنق. يا نهار ابيض، طب والضغط الجو انا مش قادر. والراجل بيقول لي فادر، هو راجل ظريف قوي يعني، هو مش مسيحي خالص ملحد لكن مؤدب جدا يعني. بيقول لي هو الجناح ده سليم؟ قلت له متهيألي يعني بس معوج شويه منها. قعد يعدله بايديه، هي دي الطياره اللي انا ركبها. المهم بعد ما خلص وطلع ركب، رحت انا نطط في الطياره، فقال لي لا سوري فادر انت هتزقني. هزقك؟ لازم تزقني عشان. قلت له انا مش هيركليز هزق الطياره. قال لي دي الطياره صغيره، انا الجيرل فريند بتاعتي بتزقها يعني مفيش مشكله. حاضر. فزقيته بقى، زقيت الطياره لغايه ما طلعته على الران واي وركبت، وقعد يربطني جامد قوي تقولش الطياره هتقع يعني ولا حاجه. وجي شغل بقى، قعد يشغل عشان تشتغل، قلت اجيب لك وصله مثلا ولا حاجه. واخيرا اشتغلت وطرنا فكان واحنا طايرين المحيط على اليمين ميه على اليمين وعلى الشمال ارض. والراجل كل شويه يقول لي لو عطل الموتور عشان الموتور ده تعبان قوي، لو عطل هننزل في الحته دي او في الحته دي او في المكان اللي هناك ده. قلت له انزل في الحته اللي تريحك على الشمال بس ما تنزلش على اليمين طبعا لان اليمين ميه. وقعدنا نضحك وكمل، وقعد يفرجني على البلد يعني رحله جميله ما اقولش حاجه. بس هو مره واحده بيقول لي ايه فادر انت عاوزني فليبت يعني اقلبها؟ قلت له اقلبها. قال لي انت فاهم الكلمه اللي انا قلت له؟ قلت له نبقى راسنا تحت ورجلنا فوق. قال لي بس انا يعني كابتن جديد يعني بايلوت جديد للطياره يعني طيار جديد يعني. قلت بقى لي رخصه واخدها من اسبوع ولا حاجه. قلت له ماله جرب يعني مش هيجرى حاجه. قال لي انت متاكد ان انت عاوز تعمل كده؟ قلت له قال لي انت عارف ازاي نقلب الطياره دي؟ قلت له ازاي؟ قال لي افضل طالع 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 لغايه ما اجي في ليفل ما اقدرش كنترولت يعني، فهتفضل تقلب 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 تتشقلب تتشقلب لوحدها لغايه ما نيجي في الليفل ده او المستوى ده، اتمنى اعرف امسكها بقى يعني. فقلت له واو ده حاجه لذيذه قوي، طب ما تجرب. قال لي انا طيار جديد ما ينفعش. على فكره انا هقول لك على حاجه بس ما تخافش يعني. قلت له ايه؟ قال لي 95% هنموت لو عملنا كده، لان انا عمري ما عملت كده ومش ضامن قوي ان انا اقدر اتحكم في الطياره. طبعا صاحبي قايل لي ما تكلموش عن ربنا،
بس ما ليش ما تكلموش عن الموت ولا الجنة والنار يعني. فقال لي احنا هنموت. قلت له طب ايه المشكلة؟ قال لي انت مش خايف تموت يا فاضل؟ قلت له انا لا مش هموت، وحتى لو موت مفيش مشكلة هخش السماء. انا اسف يعني للي هيحصل لك انت، بس ما بلاد حيلة بقى يعني، انا عارف اني هخش السماء. فقال لي ايه ده انت بتؤمن بالسماء والنار؟ قلت له اه. قال لي بتؤمن بالسماء والنار؟ ده فلان صاحبي قال لي ان انت راجل مثقف جدا. قلت له احتمال كبير عشان انا مثقف جدا بؤمن بالسماء والنار. فقال لي لا فازر ما فيش سماء ولا نار، دي كلها تهيؤات، ده رجال الدين عملوها عشان يرعبوا الناس. قلت له اه بس مش انا المرعوب، انت المرعوب يعني. لو رجال الدين عملوها يبقى ما عملوش عشان يخوفوا الناس، لان انا مش خايف، انت اللي خايف، فيعني في حاجه غلط. فقال لي بس المهم ما فيش حاجه اسمها جنه ونار، يعني تقدر تثبت ان في سماء ونار؟ قلت له اه انا اقدر اثبت. انت تقدر تثبت ان ما فيش نار ولا سماء؟ قال لي انا ما اقدرش اثبت. ولا انت تقدر تثبت؟ قلت له لا اقدر، مش هاثبت لك ان في سماء وابديه ونار وحياه بعد الموت من الخليقه، مش هقول لك، من العلم اللي انت بتتكلم عليه مش هقول لك، لكن هثبت لك من حاجه عبيطه خالص انت نفسك ممكن ما تكونش تفكر فيها خالص. قال لي ايه؟ قلت له ظهورات القديسين واعمالهم في وسطينا. قال لي ظهورات قديسين؟ فازر انت طبيعي بتتكلم على ايه؟ قلت له العذراء ظهرت عندنا في كنيسه الزيتون لمده سنتين وشافها ناس كتير قوي. اول ناس شافوها ما كانوش مسيحيين اصلا، وصوروها وحطوها في الجرايد، ملايين الملايين شافوها، فاذا ظهورها حقيقيه. قال لي ده اسمه جروب هلسينيشن، يعني الناس كلها بيجي لها هلوسه. قلت له فرضا معاك هلوسه، انت عارف كم معجزه اتعملت؟ تعال معايا دلوقتي اوريك راهب او اتنين، واحد فيهم كان مولود اعمى وهو قدام العذراء، وهو قدام الزحمه، قال لها لو انت فعلا زهره، هو ما كانش مسيحي، قال لها لو انت فعلا زهره خليني اشوفك. في الحال اتفتحت عينيه، مولود اعمى ربنا خلق له عينين وهو بيكلم العذراء وشاف العذراء وامن، وانت عارف عشان يدفع الثمن كان تقيل قوي عليه، اتبهدل سلقوا له جلده لما عمل صليب على جلده، وفي الاخر اخته موتته حطت له سم عشان يموت، وانقذوه الناس وودوه لحد للبابا كيرولو السادس صلى له وشفاه، وبعد كده اتعمد بقى مسيحي وبقى كاهن وبقى راهب، ولغايه دلوقتي موجود الحمد لله لسه عايش. وكان في اتنين تانيين، واحد منهم صحته تعبانه قوي دلوقتي، لكن الثالث تنيح. لو عاوز تيجي تشوفهم شوفهم، وبقول لي بقى الهلوسة ممكن تعمل معجزة؟ تجيب تفتح عين واحد ما أعمى مولود أعمى؟ قال لي طبعا لا. قلت له يبقى مش هلوسة، يبقى حقيقة. فقال لي طب نتكلم عن الموضوع ده بالليل. وفعلا جالي بالليل وقعدنا نتكلم، ونشكر ربنا قرب من المسيح جدا على مدى كذا سنة. يعني انت لو ربنا بيقولك في اي وقت اتكلم عني، لازم تتكلم عنه، لان هو بيبقى مستنيك ان انت تخبر الاخرين. انا ما اتكلمتش عن يسوع باي ذا واي، انا اتكلمت عن الموت والحياة. الناس اللي هي ملحدين او الناس اللي غير المؤمنين ايا كانوا بقى، يجوا لغاية الحتة دي ويقف، يبقى مش عارف يقول ايه، لان هو عارف ان حتى لو عقله عمال يقول له مفيش حياة بعد الموت، قلبه بيقوله، لأن ربنا بيتكلمه جوه قلبه ويقوله لا في حياة وهتقف قدامي. فعشان كده الواحد لازم يبقى عارف كويس جدا إن لو بعد عن ربنا في الآخر مش هيخش السماء، وإذا بعد ما فيش سماء وما فيش أبدية يبقى ما إحنا أشقى جميع الناس. أنت مين قالك إن أنت عايش عشان حاجة؟ أنت إيه الفرق بينك وبين أي حد تاني، بين أي حيوان في الدنيا؟
ما هو عايش بياكل وبيشربه وفي الاخر بينام. لكن احنا قدامنا هدف جليل ان احنا نبقى في حضن ربنا. فجهز نفسك للسماء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.